1 2 3 فيفا لالجيري. 1 2 3 فيفا لالجيري. فيفا لالجيري. كما قلت في الوقت الحالي راهو مشتاق الشعب الجزائري كون كونسونطري مع المنتخب الوطني، وحنا كشعب جزائري اي حاجه لها علاقه بالاعلام يطلع رانا معاها. بالماضي والتشكيله تاعو ما بغيناش نضغطوهم اكثر من راهم مضغوطين، بيسكي له الماتش الاول كنا معولين بربي ان شاء الله كنا معولين على السكور نربحو مير الله غالب، فوتنا النتيجه 1-1 هزينا بربي ان شاء الله. الثالثه في الطريق، بيسكي له بتشكيله كيما هذه وبدكه البدلاء اللي عندنا اي تاعنا احنا شي كيما يقولوا نشتيو الاعلام تاعنا ديما طالع في كلش، في البار وفي السياسه في 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 في, في كلش اي حاجه نشتيو الاعلام الجزائر هو الفوق. الماتش الجاي بربي ان شاء الله لازم نزيرو رواحهم ونديرو نتيجه ايجابيه ان شاء الله نطلعو الدوزيام دور، وبربي ان شاء الله الكحلوشه كيما نقولو حنا تروازيام لاكوب تروازيام نجيبوها لينا ان شاء الله الجزائر. 1 2 3 فيفا لالجيري، تحيه الجزائر تحيه الشهداء. خاسر مرينا جانبا في المعركه الاولى، جيتنا مقابله ضد الجار بوركينا ضد الفريق بوركينا فاسو، مقابله صعبه جدا في نظرا لعده عوامل، الرطوبه، درجه الحراره، الوقت غير المناسب، احنا اللي جوار تاعنا ما يتاقلموش مع المناخ هذا، ان شاء الله احنا نقعدوا توجور لورول تاعنا ان نصر الفريق الوطني وندعموه باي كلمه. حوايج تاع الناخب الوطني يعرف خدمته، عنده الناس يتحاسبوا، عنده رئيس اتحاديه هو ادرى واعلم بالشيء اللي بيناتهم. ليسونسيال حنا نخليو شباب الماضي يخدم بعقله وخليو الجوار، ما نبداوش حنا اشاك فوا 40 مليون محلل و40 مليون مدرب، حنا خدمتنا لمصر ونشجعوا الفريق الوطني بكل ما اوتينا من قوه. هذه حاجه تعني البلاد كامل، ما تعنيش لا لا خصوصيات لا منا. التوفيق للماضي ان شاء الله والتوفيق للكاتبه الخضراء. بالنسبه للتوقعات اللي ماتش اللي طون ان شاء الله نقولوا فيها خير، وبربي ان شاء الله نجيبوا لا كوب دافريك وان شاء الله لعقوبه النجمه الثالث. المهم حنا عندنا امل كثير فيها وما نقطعوش الياس، وهذه البدايه وان شاء الله يفرحونا في هذه المقابله الجايه، وان شاء الله تكون لو سكور يكون 3-1 ولا 3-0 بربي ان شاء الله. بوركينا فاسو 2-0 بربي ان شاء الله. دوبينا بلي الجزائر 0 وبينا بلي 1 2 3 في فالجيري ديما، وربي يجعلنا ديما طالعين.